تحياتي مشاهدينا الكرام، ما زالت التغطية مستمرة على شاشة إكسترا نيوز لنتناول زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس والمنعقدة في كازان على مدار هذه الساعة. معكم أنا رغدة بكر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول. وخلال كلمته في جلسته في قمة تجمع بريكس بلس، أشار الرئيس السيسي إلى حرص التجمع على تكثيف التشاور وكذا التنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة. أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوته لاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع دول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. تحياتي لحضرتك دكتور ضياء، وربما تابعت البيان الختامي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أكد أن البريكس يعني صيغة منفتحة للجميع، والبريكس منعقد في الأساس لإيجاد حلول مشتركة بدون إملاءات أو بدون ضغوط. يا دكتور لو حضرتك بتسمعني. أنا بسمع حضرتك. كرر هذه الكلمة أكثر من مرة الرئيس فلاديمير بوتين، أن البريكس صيغة منفتحة للجميع لإيجاد حلول مشتركة، ربما حلول اقتصادية بدون إملاءات وبدون ضغوط. ما هي الضغوط أو الإملاءات التي كان يعنيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برأيك؟ تحياتي لحضرتك. التحديات والضغوط والإملاءات هي محاولة استمرار العالم على وتيرته الحالية، لأن هناك بعض الدول ترى أنها مستفيدة من الهيمنة من عالم أحادي القطب، من مصالح منفردة على حساب الآخرين. ولكن الحقيقة كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين أن هذا النموذج لا يمكن أن يستمر طويلا، لأن هناك دول أخرى لها مصالح، وهي دول لها شعوب تتطلع أيضا إلى التنمية العادلة وإلى التقدم والرفاهية المشروعة. وبالتالي هذه التحديات تأتي من أن بعض الدول لا تريد عالم متعدد المراكز أو متعدد الأطراف، والصيغة المالية الحالية، وليس الظلم في المواقف السياسية فقط، ولكن في المواقف الاقتصادية هناك ظلما بائنا وشديدا على الدول النامية والاقتصادات الناشئة. نظام الإقراض، نظام التمويل، أنظمة الفوائد التي تثقل ميزانية أي دولة نامية، أي اقتصاد ناشئ بلا عدالة ممكنة، كل هذا يدفع باتجاه أن دول كثيرة تريد أن تنضم إلى نموذج وصيغة. وفي هذا تأكيد على المعنى أن الدول من حقها أن تبحث عن مصالحها المشروع. طيب بكل تأكيد هناك عالم جديد يتشكل الآن، ونحن نصل إلى لحظة تاريخية ستأخذ بعض الوقت تدريجيا ولكنها بدأت. طيب مجالات التعاون الاقتصادي المستقبلية اللي تم بحثها بالتأكيد، يعني كيف يمكن أن تعمل عليها أو يعمل عليها هذا التجمع بأعضائه؟ الحقيقة هناك أفاق ضخمة، لأن لو حضرتك تصورنا خريطة الدول البريكس وتوزيعها الجغرافي هذا يعطيها قوة.
حتى اللي أن الاقتصادات مختلفة هذا يعطيها قوة، أسواق مختلفة، ثروات مختلفة، هناك دول لديها ثروات بشرية وهناك دول لديها ممرات تجارية، ممرات بحرية تمر منها التجارة العالمية. دول مجموعة البريكس بلس موزعة على قارات العالم، وبالتالي يمكن زيادة التبادل التجاري، ثم أيضا نذهب إلى التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئيا، العملات الوطنية للدول أعضاء مجموعة البريكس، وهذا سيخفف كثيرا على اقتصاد هذه الدول ويخفف على ميزانية هذه الدول التي أثقلها العملة الأجنبية الواحدة التي يحتكم إليها عند التجارة وهي الدولار الأمريكي. ولكن الدولار لن يختفي، ولكن ستكون هناك عملات أخرى، وهذا حق طبيعي. لا يمكن حضرتك أن دولة تطالب أو تطلب من الآخرين أن يتأخروا حتى تتقدم هي. المصالح للجميع والفوز مشترك، أو يجب أن يكون على الأقل. طيب بالنسبة دكتور لبنك التنمية الجديد اللي تحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين، وتحدث على تمديد رئاسة البرازيل لهذا البنك، واللي يعني بالتبعية تترأس البريكس العام المقبل، كيف يسهم بنك التنمية الجديد دكتور في دعم دول الأعضاء ودعم في نفس التوقيت أو تنويع أدوات هذا التمويل؟ بكل تأكيد مجموعة بهذه القوة الاقتصادية وبهذا النظام المالي الذي ولد بالفعل يجب أن يكون لديها ذراع، والذراع هو بنك التنمية. بنك التنمية يستطيع أن يمول، وبعض الدول في أعضاء المجموعة دول غنية، يمكن أن يمول مشاريع البنية التحتية في دول أخرى في إطار مجموعة البريكس بلس، كما أنه يستطيع أن يمول الصناعة ويمول الزراعة، يمكن أن يقرض ولكن بنسب عادلة وبصورة عادلة. لدينا نظم مالية جديدة ستظهر في الأفق، وهذا وضع طبيعي، وكأنها دورة التاريخ الطبيعية والعادية تصل الآن إلى مفترق طرق جديد اقتصادي وسياسي، خريطة نفوذ جديدة، ولكنها ليست ضد أحد، وهذا ما نشدد عليه دائما، أن بريكس بلس ليس عدائيا وليس ضد أحد، ولكنها مصالح مشروعة. بنك التنمية يمكن أن يقوم بدور كبير في وضع نظم مالية، في مساعدة الدول على مشروعات معينة يتم دراستها، في تمويل البنية التحتية، ثم في التجارة التي ستقوم وقامت، وأتوقع أنها ستزداد في السنوات القليلة، أقل من أصابع اليد الواحدة ستتضاعف بين دول مجموعة البريكس بلس، لأن في هذا مصلحة للجميع. قد يكون تبادل بالمقايضة، سلعة أمام سلعة، بضاعة أمام بضاعة، وقد يكون بالعملات المحلية جزئيا وجزء آخر بالدولار، ولكن لن تنفرد عملة واحدة بالتجارة بين الدول. بنك التنمية له دور في هذا، حتى إقرار عملة جديدة يمكن أن يكون حلا أيضا. يعني بالنسبة للمحيط الأفريقي تحديدا أو للدول الأفريقية ومنها مصر، واللي أشار لها الرئيس بوتين بأنه سيكون هناك استثمارات عدة من روسيا، سؤالي إلى أي مدى مهمة روسيا بالنسبة للمحيط الأفريقي وعلى العكس دكتور؟ الحقيقة أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الرشيدة المصرية في خطابه أكثر من مرة أن أفريقيا قارة المستقبل، هذا اقتباس من كلمة الرئيس، هي قارة الغد، وأفريقيا قارة واعدة فعلا، ليس فقط بالثروات الطبيعية ولكن أيضا بالأيدي العاملة، بالشباب، وهي قارة لابد من استثمارها وأراضيها الكبيرة، ولم تبدأ التنمية بعد ولم تبدأ الصناعة بعد. يمكن من خلال البريكس بلس وصيغة البريكس بلس الاستفادة من أفريقيا. روسيا ترى هذا وتراهن على أفريقيا، وهناك المنتدى الروسي الأفريقي، والصين ترى هذا وتراهن على أفريقيا، وهناك المنتدى الصيني الأفريقي، ومصر هي بوابة أفريقيا الحقيقية، وهي البوابة القديمة الجديدة، وهي بوابة الغد أيضا. ومصر قادرة من خلال علاقتها الطيبة بالأشقاء الأفارقة، ومن خلال الاتفاقيات التي تعطي مصر ميزة تجارية نسبية في التعامل مثل الكوميسا واتفاقيات أخرى
كثيرة يمكن أن نذهب جميعا إلى تطوير، ولدينا قناة السويس وخطوط ملاحية سواء خط ملاحي مائي أو خط ملاحي أو خط بري بين مصر وأفريقيا، وبالتالي سيكون لأفريقيا شأن كبير في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد في إطار البريكس. هل يمكننا أن نقول أن يعني أن أو تحسب المسألة بهذا الشكل، بدء انخفاض أسعار الفائدة العالمية أن تكون متعلقة أو فرصة كبيرة للدول الأعضاء في البريكس، هل تحسب أعني دكتور المسألة بهذا الشكل؟ بالتأكيد البريكس فرصة حقيقية، ونرى هذا على الأرض على الواقع بدليل أن دول كثيرة تطلب الانضمام، تطلب الانضمام رسميا، ودول مهمة، وهذا يوسع من خريطة البريكس الجغرافية وأيضا خريطة الأيدي العاملة. البريكس الآن قبل أي توسع يمثل 45% من سكان الكرة الأرضية، وهذا أمر له شأن. في الجديد لدينا خطوط ملاحية بين دول المجموعة، وسيزيد الأمر ويتسع ويصل إلى تعاون أكبر، تنمية اقتصادية أكبر لمصالح مشتركة لا تضر بأحد، ولكنها تفيد أعضاء المجموعة البريكس بلس، وستتوسع يقينا، هذا هو الأمر الواقع والحاضر الواقع، ستتوسع مجموعة البريكس في ضمن إطار منطقي مع احترام القانون الدولي وقانون التجارة الدولية. يعني حديثك يقودني لسؤال مهم دكتور، أن هل تحول البريكس من مسألة أنه مجرد فكرة أو أنه مجرد تجمع إلى كيان اقتصادي كبير قادر على تغيير الملامح الاقتصادية لدول العالم وتحديدا الأعضاء الدول الأعضاء المشاركة؟ بالتأكيد مجموعة البريكس بلس قادرة على هذا التشكيل الجديد، وهي في طريقها إلى هذا، ولكن على مستوى الدول ومستوى العالم يتم هذا في إطار تدريجي ومنطقي، وهذا ما يحدث الآن على الأرض فعلا. ويعني نزيد على كلام حضرتك حديث الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يقول أن روسيا ليست في منافسة مع أحد وأن عليها بنفسها، فهذا الحديث أو هذه المقتطف تحديدا يقودني السؤال، يعني ماذا تقول روسيا للعالم بهذه القمة بما أنه اليوم الأخير، وكيف تنظر روسيا لنفسها دكتور؟ الرسالة واضحة من روسيا بأنها ليست في منافسة مع أحد، وخطاب الرئيس فلاديمير بوتين موجه إلى الدول الخارجية والعالم حتى ينظر إلى البريكس بالشكل الطبيعي، أنها ليست في منافسة مع أحد وليست موجهة ضد أحد، ولكنها مصالح طبيعية مشروعة للدول الأعضاء في البريكس بلس. الرسالة صريحة وواضحة، وهي حقيقية بمناسبة وجادة، وهي ليست من قبيل الشعارات، ولكن الحق المشروع في التنمية الاقتصادية. لأن هناك آراء دولية تقول أن روسيا تريد بهذه القمة أن تخرج من عزلتها أو أن تقول هذا بهذه القمة يا دكتور. لا أرى أن روسيا في عزلة أصلا حتى قبل هذه القمة، ولكن بالتأكيد عدد روسيا كثيرا في الخريطة العالمية، بكل تأكيد 36 دولة تحضر هذه القمة، 6 منظمات دولية، بالتأكيد لها علاقات قوية، ولكن قبل ذلك لم تكن إلى درجة كلمة العزلة. نعم. أستخدم كلمة أو مصطلح العزلة، كانت لها علاقات بأفريقيا بالكامل، وكانت لها علاقات بدول أخرى، حتى أن لها علاقات كانت بأوروبا قبل أن تنفصل أوروبا تماما في عدة أشهر السابقة، ولكن روسيا لم تكن في عزلة، وإن كنت أؤيد أن هذه القمة تساعدها كثيرا على بناء علاقات دولية قوية ومتسعة ومتنوعة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على كل ما أسلفت الدكتور ضياء حلمي عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا دكتور. أيضا نستكمل الأخبار، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اجتماع قمة بريكس بلس يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن مصر تؤمن في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون دول الجنوب لمواجهة التحديات الراهنة. يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب
كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرهيبة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. كما أشار الرئيس السيسي لأن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة وكذا امتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية تعد أكبر دليل على ما وصل إليه العالم اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ والازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد الدولي وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول وامتداد تلك الصراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. المزيد عبر الهاتف معنا الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال. تحياتي دكتور أيمن. سؤال مهم في هذا التوقيت ونحن نشرف على يعني انتهاء اليوم الأخير لقمة البريكس بلس، ماذا استفادت مصر من هذه الزيارة من عضويتها في البريكس على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية يا دكتور؟ والله يا فندم، هي المشاركة المتميزة الحقيقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس بتعكس الدور الريادي اللي بتلعبه مصر بقيادة السيد الرئيس، والدور القيادي الحقيقة اللي يعني تحظى به الجمهورية الجديدة اللي بيقود بناء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه النهاردة السيد الرئيس في كلمته وضع يعني النقط على الحروف و يعني حدد موقف مصر الثابت من العديد من القضايا والملفات الدولية. أولا، هي الدبلوماسية المصرية الحقيقة لها أهداف محددة وأهداف راسخة ويعني بتحظى باحترام العالم كله. أول هذه الأهداف طبعا التعاون الدولي من أجل إقرار الأمن والسلم الدوليين، لأنه دايما إحنا بنشوف أنه أي اضطرابات سياسية في العالم بينتج عنها في المجال الاقتصادي اضطرابات اقتصادية، بيحصل اضطراب في سلاسل الشحن والتوريد زي ما شفنا مثلا النهاردة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ممكن بينتج عنها ارتفاع في أسعار البترول، بينتج عنها اضطراب في عمليات الشحن والنقل والبضاعة بدل ما هي بتعدي من خلال البحر الأحمر وقناة السويس لا بتعدي من رأس الرجاء الصالح، فده بيؤدي لتعطيل طبعا عمليات الشحن الدولية وزيادة تكلفتها. ولو طبعا الـ يعني الأحداث تصاعدت ممكن ده يؤدي لارتفاعات كبيرة في أسعار البترول. فده أول هدف للدبلوماسية المصرية. ثاني هدف هو السعي نحو أولا التعاون الاقتصادي، تحقيق التنمية المستدامة، توفير تمويلات وتأثير استثمارات بشروط نقدر نقول شروط معقولة، شروط عادلة سواء كانت لمصر أو لكافة الدول الأخرى لتمويل عملية التنمية. وشوفنا ده مش بس في كلمة الرئيس النهاردة، شوفناها قبل كده حتى من أيام مشاركة السيد الرئيس في قمة باريس سنة 23 اللي كانت بتستهدف الوصول إلى ميثاق جديد للتمويل الدولي. شفناها حتى قبل كده في كلمة السيد الرئيس في افتتاح
برضه كان سنة 23 في افتتاح أعمال بنك التنمية الأفريقي. ربما كلمة الرئيس السيسي كانت كلمة جامعة يا دكتور، وكان بها نقاط رئيسة تحدث عنها وكانت كاشفة الحقيقة لي حتى على مستوى الأحداث التي يمر بها الإقليم. لكن استأذنك أن تبقى معي دكتور أيمن. معنا الآن الزميلة حور محمد مفدة إكسترا نيوز من هناك من قلب الحدث، ربما لديها جديد تطلعنا عليها في الساعات الأخيرة أو يعني الدقائق الأخيرة لهذه القمة. حور تحياتي لك من جديد، وما جديد المشهد من القمة؟ أهلا بك يا رغدة، بأجدد الترحيب بك وبكل السادة المشاهدين مشاهدي شاشة إكسترا نيوز بالتأكيد. ونحن في ختام اليوم الثالث لقمة بريكس 2024، اختتم اليوم بهذا المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تحدث عن مجمل ما جاء من مناقشات في هذه القمة وفحوى الجلسات التي حضرها وحضرها كذلك رؤساء مجموعة البريكس وأيضا رؤساء الدول المشاركين في هذه القمة، حيث كنا نستمع قبل قليل إلى كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصف القمة بأنها يعني الاجتماعات أصبحت يعني تتحدث حول كل القضايا والموضوعات التي بتهم المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وصف الاجتماعات بأنها نجحت في أن تصبح منصة للدول التي تسعى إلى انتهاج سياسة مستقلة وسيادية، حيث ناقشت اجتماعات بريكس توسيع المجموعة في عدة مجالات، كما أيضا تمت مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكانت النقاشات منفتحة وبناء كما وصفها. وكذلك تحدث عن ما جاء من مناقشات حول يعني بحث منصة للدول التي تسعى إلى انتهاج سياسة مستقلة، كما تم أيضا الحديث حول نظام عالمي عادل قائم على ميثاق الأمم المتحدة. وتوجه الرئيس فلاديمير بوتين برسالة إلى الدول المنضمة حديثا إلى مجموعة بريكس، وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، حيث قال بأن انضمامهم سيعود عليهم بالفائدة، كما أشار كذلك إلى إجراء اجتماع بريكس بلس ومدى أهميته في تبادل الآراء والأفكار مع الشركاء في الجنوب والشرق. أشار كذلك إلى أنه ما زال هناك الكثير من الفعاليات، حيث أن يعني روسيا ما زالت بتترأس قمة بريكس حتى نهاية هذا العام، وسوف يعني تتولى البرازيل رئاسة الدورة القادمة من قمة بريكس. إذا تطرقنا كذلك إلى إجاباته على الأسئلة التي يعني توجه بها الصحفيون والمذيعون داخل قاعة المؤتمر، يعني جاء في مجملها بالحديث عن القضية الفلسطينية، فإنه قال يعني فيما متعلق بهذه القضية أنه لا يوجد من هو غير متعاطف مع ما يحدث بقطاع غزة، وحل النزاع لا يأتي إلا بحل الدولتين. كذلك قال أن من مصلحتنا أن ينتهي هذا الصراع، وأنه ليس من مصلحة أي أحد تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث يعني نعمل على تهيئة الأوضاع لحل الأزمة. أما فيما يخص الشأن الروسي الأوكراني، تحدث بأن أوكرانيا قررت مواصلة عملياتها العسكرية ما كبدها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري كذلك، وأن أي مفاوضات لابد وأن تستند للحق حقائق على أرض الواقع. اختتم أيضا بالشأن الروسي حين قال أنهم يعني مستعدون لأي خيارات لإنهاء هذا الصراع مع أوكرانيا.
يعني هذا كان مجمل ما جاء فيه كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا المؤتمر الصحفي الذي كنا نتابعه منذ لحظات. بيشرف اليوم الأخير لقمة بريكس على الانتهاء، و نختتم هذا اليوم بمحادثات تأتي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين بعض رؤساء الدول المشاركة 38 في هذه القمة، والتي تمت دعوتهم من مجموعة البريكس. نتابع من خلال الشاشة التي تظهر من خلف هذه المحادثات التي تأتي على هامش هذه القمة، وبهذه المحادثات نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اليوم الثالث والأخير لقمة بريكس 2024. شكرا جزيلا لك حور على كل ما أسلفتي من تفاصيل من حولك من مدينة كازان الروسية. موفدة إكسترا نيوز الزميلة حور محمد، شكرا جزيلا لك. لازال معي الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، شكرا يا دكتور على وجودك معنا. الشكر يا فندم. هو احنا كنا بنقول إنه يعني المشاركة المتميزة اللي قام بها السيد الرئيس الحقيقة في قمة البريكس بتعكس الدور الريادي اللي بتلعبه الجمهورية الجديدة بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسرح الدولي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، لأنه في النهاية العلاقة بين السياسة والاقتصاد دي علاقة تبادلية. أما بيكون في أي اضطرابات سياسية لازم تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية والعكس صحيح. أيضا قوة العلاقات السياسية بتؤدي إلى قوة علاقات اقتصادية وأيضا العكس صحيح. فالحقيقة الكلمة اللي قالها السيد الرئيس بتمشي مع الاتجاهات العامة والمحاور اللي بتقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية المصرية. هو نقدر نشوف كده في المحاور اللي اتكلم عليها، أولا السعي من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وشوفنا دايما الاضطرابات السياسية خلال الكام ساعة اللي فاتوا أدت دايما إلى اضطرابات اقتصادية سواء كانت أزمة كورونا أو ما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية أو من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل دي أدت إلى موجات تضخمية عالمية، أدت إلى اضطراب في سلاسل الشحن، إن البضاعة بعد ما كانت تعدي من قناة السويس والبحر الأحمر فتاخد فترة قصيرة، لا بقت تعدي النهاردة من رأس الرجاء الصالح، فحصل نقدر نقول تعطل في حركة الشحن الدولي. ولو تصاعدت هذه الاضطرابات أكثر من كده ممكن تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار البترول ترجع تاني أجواء الموجة التضخمية اللي حصلت سنة 22. أيضا السيد الرئيس اتكلم على إنه الجهات المانحة الدولية تعيد حساباتها وتعيد من الأطر اللي هي بتشتغل بيها وبتقيم بيها المخاطر بالذات أمام الاحتياجات المتطورة والاحتياجات المتغيرة للدول النامية، بالذات سواء كانت احتياجات هذه الدول النامية في تطوير البنية التحتية بتاعتها أو في مواجهة التأثيرات المناخية اللي هي في النهاية مش هي اللي تسببت فيها، اللي تسببت فيها الدول الكبرى. لغاية النهاردة الدول الكبرى ما عملتش التمويل الكافي للدول النامية عشان تقدر ان هي يعني تتخطى آثار هذه التغيرات المناخية. ايضا اتفضل دكتور لو في نقطة تستكملها. ايضا مجموعة البريكس الحقيقة عملت مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة بنك التنمية الجديد، لأنه في النهاية احنا لما بنتكلم انه لازم يبقى فيه يعني ميثاق جديد للتمويل الدولي. دكتور لدي خبر هام، طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما أسلفت به وكل هذا التحليل دكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال. مشاهدينا الكرام ننوه لهذا الخبر العاجل، حيث عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة تجمع بريكس التي انعقدت في روسيا الاتحادية. إذن عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة تجمع بريكس والتي انعقدت في روسيا الاتحادية.
باستكمال أخبار هذه القمة، أكد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية لتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. أشار أيضا الرئيس السيسي إلى ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ومؤكدا على أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف. تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولا، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانيا، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثا، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب، بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل. We'll be right back.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قمة بريكس هي قمة ناجحة، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة بريكس أن النهج البناء في العمل سمح لنا بمناقشة مجموعة كبيرة من الأفكار والمستقبل يحمل نظرة واعدة نحو عالم متعدد. أضاف بوتين دعونا دولا مستقلة من أفريقيا أمريكا اللاتينية للتعاون مع مجموعة دول البريكس في مجال التنمية المستدامة، لافتا إلى رغبة الدول في توسيع عمل المجموعة على مستويات السياسة والاقتصاد والعلوم. أكد بوتين أن المجموعة لم نقرر بعد وضع بديل لمنظومة سويفت، لكننا نواجه ذلك عبر التبادل التجاري بالعملات المحلية، ومشيرا إلى أن دولة نحو 35 دولة شارك في هذه القمة وبعضها سينضم إلى عضوية البريكس الدائمة فيما بعد. اكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انعكست أهمية العلاقات بين البلدين على الزيارات المتبادلة والتوافق تجاه معظم الملفات. المزيد في العرض التالي والزميل محمد أنصاري. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. علاقات متميزة بين مصر وروسيا اكتسبت قوة دفع جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى باتت أكثر تميزا رغم الظروف والتحديات الدولية والإقليمية. وتعد مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. أهمية العلاقات بين مصر وروسيا انعكست على الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، كان أهمها زيارة الرئيس السيسي لروسيا في أكتوبر من عام 2019، حيث ترأس خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى، وبحث الرئيسان عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، منها مشروع محطة الضبع النووية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ظهرت بوضوح خلال زيارة الرئيس السيسي لروسيا في أكتوبر 2018، حيث استقبله خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وموسكو في إطار الشراكة بين البلدين. القضايا الإقليمية كانت حاضرة وبقوة خلال مباحثات الرئيسين، حيث ناقش الزعيمان خلال زيارة الرئيس السيسي لروسيا في أغسطس 2015 الأوضاع في المنطقة، بخاصة الأعمال الإرهابية التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، حيث يتوافق قادة البلدين حول العديد من القضايا محل اهتمام المشترك. كما أجرى الرئيس السيسي زيارة في مايو من العام ذاته تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في احتفالات موسكو بمناسبة الذكرى 70 لاحتفالات أعياد النصر. العلاقات الاقتصادية بين البلدين تجلت في أزهى صورها في فبراير من عام 2015، حيث قام الرئيس الروسي بوتين بزيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس السيسي، حيث وقع الرئيسان العديد من الاتفاقيات، من أهمها اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، فضلا عن التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبع النووي خلال زيارة بوتين في ديسمبر من عام 2017. واستكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات، شاهد الرئيس السيسي وبوتين في يناير من عام 2024 بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وتعتبر صبة الخرسانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل. وتأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين، احتفلت كل من مصر وروسيا الاتحادية في أغسطس 2023 بذكرى مرور 80 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
علاقة استراتيجية إذن بين مصر وروسيا عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، تشاركهما رؤية موحدة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية. نشكر لكم طيب المتابعة. كنا معكم خلال هذه الساعة لنقل وتغطية كل ما حدث في اليوم الأخير لقمة بريكس بلس. تحية فريق العمل وتحية أنا رغدة بكر. إلى اللقاء.